صباح الخير متداولين المشاهدين الكرام على صفحة تكمل العربية، أهلا وسهلا فيكم بهذا الأسبوع التداول الجديد. معكم جوزيف ظهري، محلل تقني ومدرب معتمد في شركة تكمل. رح أكون معكم بهذه التغطية الصباحية لنقوم بتغطية الرسوم البيانية وتحليل أبرز العملات والسلع الموجودة عنا على منصة التداول. مثل ما تعودتوا علينا بالتغطيات الصباحية اليومية اللي عم نقوم فيها من شركة تكمل على صفحة فيسبوك، عم بتابعونا بشكل يومي. اسبوع تداول جديد، طبعا نهار الاثنين ما بكون في تقلبات ضخمه عند بدايه او افتتاح الاسواق الماليه، ولكن اللي شاهدناه اليوم في هذا اسبوع التداول مع تقلبات والتحركات اللي حصلت على استرليني دولار، على اليورو دولار، والانخفاضات اللي عم نشهدها على اسعار الذهب ايضا، طبعا لها تاثير كبير انه بدايه هذا الاسبوع. يعني بنتوقع انه هذا اسبوع التداول يكون فيه تقلبات عاليه وفولاتيلتي مرتفعه، بما انه عندنا تحركات شوي ضخمه حصلت في افتتاح سوق اسيا. عم نلاحظ انه الدولار الامريكي عم بيكون بعض الشيء قوي وزخم الارتفاع، طبعا ما عم بيرتد لا يسجل مستويات عاليه. مؤشرات الاسيويه الفوتسي على سبيل المثال عم تسجل مستويات كثير عاليه ومرتفعه و12 year high، يعني تقريبا المستويات اللي عم نصيبها هلا هي تقريبا منا شايفينها او ما شهدتها اسعار الفوتسي من سنه لليوم. هذا بأثر او بيضغط سلبي على سيناريو طبعا للاسترليني دولار، لانه هن الكوريليشن تبعه نيجاتيف، فمع ارتفاع مؤشر الفوتسي ممكن نشهد ضغط على الاسترليني دولار. قبل ما نبتدي طبعا بدي احذركم من المخاطر اللي ممكن تواجهوها في سوق الفوركس والاسواق الماليه، وبتكون تعرفوا انه التداول والاستثمار في هذه الاسواق اللي هي الاسواق الماليه او سوق الفوركس لازم يكون عندكم الرغبه في المخاطره او المستوى الخبره المعين اللي تتداولوا فيها. عن هيك نحن عم نجرب انه نكون بقرب العملاء وندعمهم بنظريات او باستراتيجيات معينه ليقل سوء اذا بدكم، او يخلي يشيلوا يبعدوا المخاطر عن راس مالهم اللي ممكن انه يواجهوها في اسواق المال. بالنسبه لي طبعا اليوم بدي مر على الاجنده الاقتصاديه اللي هي بمر عليها بشكل روتيني. انا اليوم 21/5 عندي EU Financial Stability Review اللي هي قطعت اوريدي دان، فما اثرت كثير على اليورو دولار وعلى استرليني دولار. وانا ما اليوم الاهم اللي هو عند الاوبك ميتنج اللي هو تقريبا بعد 45 دقيقه من هلا، يعني على الساعه 12 او الساعه 1 بتوقيت السعوديه، اللي هي ممكن تاثر على اسعار النفط. طبعا مثل ما بتعرفوا اجتماع الاوبك هي لها علاقه فورا ب او مباشره باسعار النفط، فاللي عنده مراكز على اسعار النفط بده منه ينتبه لا وقف الخسارة والتقلبات اللي ممكن يشهدها على برميل سعر برميل النفط. بالنسبه للمدونه تكمل ممكن تتابعونا على البوست وتدخلوا من موقع تكمل وتزورونا على هذه المدونه اللي بننزل عليها، وبعض المحللين اللي موجودين في شركه تكمل بينزلوا بعض التحاليل اليوميه على اذا بدكم هذه المدونه كرمال تشوفوا الرسوم البيانيه والتحليلات اللي ممكن نكون عم نشهدها. اليوم ما كنت تكلمت عن زوج اليورو دولار انا في جلسه، يعني عن الجلسه الصباحيه وافتتاح جلسه اليوم، وعم بتوقع انا انه ممكن نرتد من هذه المناطق اللي هي مناطق 116 99 لنرجع نستهدف مستوى ال 119 لتكون موجه رقم 4 ماينر ويف رقم 4 لنرجع ننخفض من الموجه الخامسه الاخيره اللي هي لموجه سي. فبهذه الحاله ممكن نستهدف لزوج اليورو دولار مستويات ال 115 50 اقله قبل ما نبتدي ارتفاع بالموجه الخامسه على المدى الطويل. طبعا بهذه الحاله بنكون شهدنا ضعف لزوج اليورو دولار امام الدولار الامريكي، وهذا الشيء طبعا مش بس لحاله اليورو دولار او العمله الاوروبيه الموحده، وانما معظم العملات الرئيسيه، يعني سلم العملات الرئيسيه عم تضعف امام الدولار الامريكي. في هذه الحاله طبعا بدكم تعرفوا انه بمسابقه اللي قدمتها شركه تكمل في شهر رمضان المبارك، طبعا بدكم تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليميه اللي عم نقوم فيها اللايف والتغطيات المباشره، وايضا المنشور اللي شفتوه امامكم لمسابقه رمضان شهر رمضان الكريم اللي هي موجوده على صفحه تكمل العربيه. طبعا بتعملوا له لايك وشير وبتعملوا بالكومنت تحت تكمل اندرسكور رمضان 2 حسب اي مسابقه. اذا عم تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليميه بتعملوا تكمل اندرسكور رمضان 1 وبتعملوا كومنت لرقم حسابكم اللي بتتداولوا فيه بشركه تكمل، ممكن تربحوا جوائز عديده من 200 دولار وصولا الى 25 دولار للمركز الخامس. طبعا رح نقدم اسبوعيا جوائز لخمس فائزين، وطبعا ان شاء الله تكونوا من بيناتهم. بالنسبه لي انا اليوم في التغطيه المباشره بدي اقول انه بدي ابتدي بتحليل زوج اليورو دولار.
يعني اخر دعم ممكن انه بعدنا عم نتكلم بالاتجاه المضاد للاتجاه العام لزوج اليورو دولار، بما انه موجه سي بتكون عاده موجه اندفاعيه وموجه ضخمه جدا وسريعه طبعا التحرك. فبهذه الحاله هون هذا الانخفاض، اذا في حال بدي افكر بمراكز شراء بعدنا عم فكر باتجاه مضاد انا للاتجاه الصحيح والسليم لزوج اليورو دولار. وانا ما اللي بدي اجرب اقوله انا انه مستويات ال 116 99 اللي هي تقريبا قربنا منها بعد 30 نقطه من هون، ممكن تاخده بموجه رقم 4 عن جديد لزوج اليورو دولار لمستويات ال 119 قبل ما نكفي اتجاه الهابط عن جديد. فانا هذا السيناريو الاخير بالنسبه لي على زوج اليورو دولار، يعني عم نتكلم تقنيا اللي هو مستويات ال 116 99، نرتد بموجه صغيره اللي هي موجه ال 119، نرجع نستهدفها عن جديد، ننخفض بموجه لل 115 50، ونرجع نرتفع بموجه ضخمه جديده لنستهدف مستويات اعلى اللي هي مستويات ال 127 و 129 على المدى الطويل. وايضا بالنسبه لاسترليني الدولار، كنت قلت لكم عندي اكسباندنج اندنج تراينجل اللي هي تقريبا استهدفت مستويات صباح اليوم. واذا بنرجع ندخل يعني خليني اقول كعان من اوطى مستويات الاكسباندنج تراينجل، بتلاحظوا انه نحن من ورا ما انتهينا موجه رقم 3 عند هذه المستويات اللي هي مستويات هذا القاع. بتكون تعرفوا مهم بتكون تبلشوا الاكسباندنج تراينجل، طبعا بتضيع شوي صغيره ولكن لازم تعرفوا الموجات كرمال تقدروا تحددوا الاكسباندنج اذا بعد فيها موجه اخيره ولا لا. انا بالنسبه لي هون هذه الموجه انتهت موجه رقم 4، وبهذه الحاله ابتدينا موجه رقم 5 من هذه المستويات اللي هي 1 2 3 4 5. فواضحه جدا اذا بنعمل زوم ان عليها. اوكي، وبس خليني افسر لكم اياها بشكل مبسط اكثر. اوكي عظيم، لكن بهذه الحاله هون اذا في حدنا نخفض نحن بموجه رقم 1، خلينا نصغر شوي 2 3 اوكي، وهون انتهينا 3 عم ننزل 4 اوكي اللي هي 1 2 3 4 5 اللي هي انتهينا بموجه رقم 4 اذا بتكون ب نفق ميل على انخفاض. رجعنا ابتدينا موجه رقم 1 2 3 4 وعم ننخفض موجه الخامسه لاسترليني دولار. فبهيدي الحاله الموجه الخامسه ما انتهت عند هذا القاع، وانما هذا القاع اللي عم نسجله اليوم هي الموجه الخامسه تكون انتهت عنده. فالاكسباندنج تراينجل بعدنا تقريبا عند هذه المستويات نحن باتجاه سليم انه ممكن نرجع نشهد ارتفاع لزوج استرليني دولار، ولكن اغلاق فوق مستويات ال 124 134 25 مهمه جدا لجلسه اليوم. فعم نتكلم على الشمعة اليومية، إذا أغلقت فوق مستوى 134 25 بعده الاتجاه الصاعد، بعدنا بالاكسباندنج تراينجل اللي هي طبعا بسيناريو سليم للاتجاه الصاعد، بينما أغلاق تحت مستوى 134 25 بيعطيني سيناريو سلبي. وطبعا بنرجع بننبش على سيناريو مفترض آخر لنتكلم بسيناريو سلبي على زوج استرليني دولار. وأنا بفضل إنه نرجع نرتد من هذه المستويات لنستهدف مستوى 136 137 أقله قبل ما نكفي اتجاه هابط إذا في حال سيناريو أصبح سلبي. بالنسبه لاسعار الدولار ين، يعني عم بتشوفوا انه الدولار الامريكي عم بيسيطر على الين الياباني، وعم بياخد الين الياباني او البير الدولار ين لمستويات تقريبا ما استهدفناها منذ تقريبا ديسمبر 2017، يعني عم نتكلم من 5 أو 6 شهور لورا. فبهذه الحاله هذه المستويات اللي عم نتداول قربها هلا مستويات مهمة جدا، وطبعا مش من المفترض ان نغلق نحن فوق او يعني باغلاق يومي فوق هذه المستويات. اغلاق نهار الجمعة تقريبا كان قرب مستوى ال 110 70 اللي هي تحت مستويات الموجة رقم 1، يعني بهذه الحالة كان بعد عندي سيناريو مفترض انه على انه نحن بعدنا بموجة رقم 4 وبدنا ننخفض بموجة الخامسة. وبينما اذا في حال اغلقنا فوق مستوى ال 110 70، يعني عم نغلق فوق مستوى خلينا نقول موجة رقم 1، انتم بتعرفوا بموجة اليوت موجه رقم 4 ممنوع تلتف مع موجه رقم 1. فبهذه الحاله بدي اغير سيناريو المفترض اللي عم نتكلم عليه على زوج الدولار ين، وممكن ندخل بمرحله افقيه اخرى خليني اقول لزوج الدولار ين على هذا على سبيل المثال اللي هي على بول فلاج اوكي، او منطقه افقيه مايله على انخفاض. بهذه الحاله طبعا ممكن نشهد اذا بدكم مناطق بيع قرب مستويات خط المقاومه اللي هي بتسائب عن مستوى ال 112 34، يعني ممكن توقع بعد ارتفاع اكثر لزوج الدولار ين وقوي بعد اكثر للدولار الامريكي مقابل الين الياباني. فبهذه الحاله طبعا ممكن انه نرجع نشهد مناطق بيع وزخم البيع يرجع يقوى عندي على مستويات ال 112 او بقرب 112 30 لنرجع نبتدي بسيناريو
هابط عن جديد لمستويات ال 101، فبهذه الحاله بكون ماشي بنفق ميل على انخفاض انا، وطبعا شوي صعب انه نحن ندخل بعد هذه الموجات بما انه بتكون كومبلكس شوي صغيره ومعقده، وبتكون كلها يعني دبليو اكس واي، وبكون فيها تفاصيل ممله اكثر لموجة اليوت. فأنا بدي ألغي موجة لأم أربعة إذا في حال أغلقنا اليوم فوق مستوى ال 110.70، وبنرجع بننبش على نمط آخر اللي هو نمط البول فلاج أو البير فلاج، اللي هي ممكن نرجع نشهده قرب مستويات ال 112.34. عفوا، بالنسبة لأسعار النفط عفوا أسعار الفضة والذهب، شهدنا ارتداد او اذا بدكم تراجع صباح اليوم اللي هي جلسه تداول نهار الاثنين 21/5/2018، لنرجع نستهدف مستويات الفضه 16/28 16/27. هذا الشيء ما بخلي المجال على انه ممكن نرجع نزور اقله خطوط الدعم اللي هي كانت عم تمثل عندي خط دعم لاربع او خمس مرات سابقا، اللي هي قرب مستويات ال 15/99 او ال 16 لسعر اونصه الفضه. فبهذه الحاله ترقبوا بعد ضعف اكثر لزوج او الباري اللي هو اكس اي جي يو اس دي، اللي هي اسعار الفضه مقابل الدولار الامريكي. وطبعا هذا الشيء ايضا بسلبي لاسعار الذهب اللي ممكن نرجع نستهدف فيها مستويات اوطى. هذا السيناريو هلا بدي غير سيناريو المفترض اذا في حال نحن كنا انهينا موجه اي وموجه بي لاسعار الذهب عند 1113. يعني خليني اعطيكم هذا السيناريو المفترض على اسعار الذهب، اذا في حال نحن عم بتكلم على موجه اي، خلينا نقول اللي هي ارتفعنا فيها من هذه المستويات لاخر قمه 1370، انهينا اول موجه تصحيح اللي هي بيج اي، ورجعنا انخفضنا بثلاث موجات ضخمه اللي هي بيج بي، ونحن بدنا نرتفع ببيج سي. ولكن بيج سي طبعا الهدف تبعها بعد ما وصل ناله، وممكن بعد نرجع نستهدف فيها مستوى 1520 و1600 لويف سي، اللي هي بتكون ثلاث موجات تصحيحيه للانخفاض اللي حصل من 1900 دولار للاونصه لل 1000 دولار. فبهيدي الحاله هون نحن انخفضنا ثلاث موجات لويف بي، رجعنا عم نرتفع ويف سي. ويف سي لازم يكون فيها خمس موجات. انا برايي ويف 1 اوف سي اللي هي ممكن تكون ليدنج دياجونال 1 2 3 4 5، هيدي الموجه رقم واحد لاسعار الذهب. وهل عم نخفض بموجه رقم اثنين اللي هي اي بي سي، ممكن نستهدف فيها 38%، ممكن نستهدف فيها عفوا خلينا ندخل في بوناتشي من مستويات خلينا نقول الموجه رقم سي لاخر قمه اللي استهدفناها بموجه رقم سي، ونحط سيناريو مفترض امامنا انه نحن هيدي بليدنج دايجنال ويف 1 اوف سي. ويف 2 اوف سي لازم ترجع تنخفض اقل او 50% او 61% لاسعار الذهب. فانا عم برجع اتكلم طبعا بسيناريو سلبي كتير لاسعار الذهب، وممكن نرجع نزور مستويات 1244، وايضا ممكن نزور نرجع مستويات 1219 على اسعار اونصه الفضه. بنكون نحن هون عم ننخفض بموجه رقم 2 لا ويف سي، يعني بكون عندي هون خليني اقول هون ويف 1 اوف سي 2 اوف سي 3 اوف سي 4 اوف سي 5 اوف سي، هيدي الموجه رقم 1 الضخمه. اوكي ويف 1 اوف سي هون عندي اي بي سي اللي هي ويف 2 اوف سي ويف 2 اوف سي، وبهيدي الحاله من وراء مستويات ال 1244 1219 اللي هي هذه المستويات تقريبا اللي هي ويف 2، ممكن نرجع نرتفع بموجه ضخمه جديده لنستهدف مستويات ال 1500 وممكن 1550 على المدى الوسط للمدى الطويل. فبهيدي الحاله طبعا اسعار الذهب عم تعطيني سيناريو بعد سلبي، فممكن نشهد بعض ضعف لاسعار الذهب مقابل الدولار الامريكي لما نرجع نستهدف مستوى ال 1244. ولكن طبعا ما بدي اتكلم عن هذا السيناريو غير لما يتم عندي او يغلق سعر اونصه الذهب او النفيس الاصفر تحت مستويات ال 1276 او 1273 للتاكيد على انه لازم هذا السيناريو يكفي اتجاهه الهابط. طبعا مستويات ال 1273 اللي هي مستويات ال 38% ممكن نشهد منها ارتداد بسيط قبل ما نكفي اتجاه الهابط، ولكن طبعا اغلاق تحت مستوى ال 1273 بيعطينا او باكد لي سيناريو الهابط لاسعار الذهب، وعلى انه ممكن نكفي اتجاه الهابط لنستهدف مستوى ال 1244 ومستوى
مستوى ال 1216 عن جديد. بينما بالنسبه لاسعار البيتكوين عم نشهد تراجع بعد لقلة، ولكن قلت لكم هذا التراجع مجرد موجه تصحيح لاسعار البيتكوين، ومن المتوقع انه نرجع نكفي اتجاه الصاعد على المدى الطويل. وبالنسبه لي طبعا انا هون عندي ثلاث موجات اللي هي 1 2 3 لنرجع نستهدف مستويات ويف سي اذا بدكم، مستويات ال 11000 و13000 للبيتكوين. فبالنسبه لي بدكم تترقبوا او بدكم تنتبهوا انه هذا الارتداد والموجه التصحيحيه اللي عم نشهدها على اسعار البيتكوين او العمله الرقميه المشفره اللي هي بعدها موجه تصحيحيه، ونترقب انه ممكن نرجع نبتدي موجه اندفاعيه جديده الى الاعلى نستهدف فوق قمه تقريبا فبراير 2018 او فبراير 2018 اللي هي قمه ال 11650 تقريبا. لازم نسجل فوق هذه المستويات، يعني اتوقع ب 12000 و13000 اقله لازم نستهدف لمستويات البيتكوين قبل ما نرجع ننبش على سيناريو هابط ونرجع ننبش على سيناريو سلب على المدى الطويل لهذه الكريبتو كارنسي. بينما بالنسبه لاسعار الذهب، عفوا اسعار الفضه النفط، يعني كنت عم بشهد تقريبا ارتداد بسيط ولكن منه كافي لاسعار النفط لمستويات خلينا نقول او للنفق الميل على ارتفاع اللي هو ممكن يرجع ياخذ اسعار النفط لمستويات اوطى على المدى القصير. ولكن انا بالنسبه لي طبعا النفق الميل على ارتفاع اللي سجل اسعار النفط قرب هذه المستويات اللي هي ممكن نشهد فيها ارتداد لاسعار النفط لمستويات ال 68 على المدى الطويل خلينا نقول، ويعني ويف 5 ممكن تكون قد انتهت عندي. اوكي، بما انه طبعا بما انه نحن عم نفر وبنفق ميل على ارتفاع اللي هو على هذا الشكل، بتلاحظ انه نحن قرب المقاومه على المدى القصير لاسعار النفط، وهذا الشيء طبعا بيدعم سيناريو السلب اللي ممكن نرجع نرتد فيه لاسعار واطي اللي هي اسعار 68 دولار لنكفي خط الدعم اللي هي ممكن يكون متواجد بعد عندي عند مستويات 66 دولار. طبعا فبهيدي الحاله اللي بدي اقول لكم اياها لاسعار النفط انه ارتداد بسيط من هذه المستويات متوقعه، مش يعني السيناريو اصبح سيناريو سلبي على المدى الطويل، ولكن طبعا اغلاق تحت مستوى 66 دولار بيجي بيعزز مراكز البيع وبيعطيني سيناريو مفترض اخر لمستويات او يزور مستويات 55 دولار على المدى الوسط للمدى الطويل. فبهذه الحاله طبعا بنكون سجلنا اي بي سي بيج اي، عم ننخفض ببيج بي وعم نرجع نرتفع ببيج سي لنرجع نستهدف مستويات تقريبا ال 90 دولار وال 100 دولار على المدى الطويل. ولكن نحن تاكيد هذا السيناريو بدي ارجع اشهد اغلاق تحت مستوى ال 66 دولار ومستوى ال 64 دولار لنرجع نبتدي بسيناريو سلبي عن جديد لاسعار النفط. هذا بالنسبه للتغطيه المباشره اللي حبيت اقوم فيها اليوم. بدي اقول لكم انه طبعا ما تنسوا يعني تعملوا لايك وشير للفيديوهات التعليميه اللي عم فيها بشكل يومي والصباحيه، وايضا للمنشور الموجود على صفحه تكمل العربيه على فيسبوك اللي هي طبعا بتدل على تعليمات المسابقه اللي قمنا فيها من شركه تكمل لشهر رمضان المبارك. طبعا اللي عنده اي استفسارات واي يعني طبعا أسئلة ممكن أن يرجع يبعثنا أو يرسلنا على الانبوكس لنرجع نجاوبه، والتحليل اللي ممكن نكون عم نقوم فيه بشكل يومي طبعا يعطينا خليني أقول يعني سيناريو مفترض أو خليني أقول مثل يعني رسم بياني معين نحلله إذا عنده أي مراكز فيه. بالنسبة للمدونة، المدونة طبعا مهمة جدا كنتوا عم تتكلموا هون عليها، المدونة اللي هي عنا أبرز المحللين اللي هي عم نتكلم بعدة لغات، أيضا ممكن تضغطوا هون باللغة الإنجليزية الإسبانية الدوتش الألمانية إلى آخره. ممكن عنا محللين من كل بلدان العالم اللي ممكن بيكونوا عم بيعطوكم رأيهم بالأسواق المالية بشكل يومي، ومن وراء التحليل التقنية بتشوفوا أرسول بين ونقاط دخول وخروج ايضا. ولكن طبعا منا بشكل دقيق نقاط الدخول والخروج، وانما بفلاش او برسوم بيانيه على هذا الشكل وبكاونتس موجات اليوت ومتوسط متحرك، وطبعا بعض الاخبار اللي ممكن تقروها تحت الرسم البياني. فبهذه الحاله طبعا بدكم تتابعوا ابرز المحللين من شركه تكمل على المدونه، تدخلوا على موقع تكمل.com وبتقولوا زياره المدونه او زياره البلوج. فبهذه الحاله طبعا بتوصلوا لهم، ممكن تسجلوا يوزر نيم باسورد بشكل سريع وبصير عندكم اكسس على هذه المدونة. بالنسبة لي أنا التحاليل اللي عبون فيها بشكل يومي طبعا التغطيات المباشرة مهمة جدا، ممكن تعتبر أهم من المدونة، ولكن إذا في حال بدك تشوف بعض الأخبار اللي ممكن تكون
خلينا نقول ما تكلمت عنها، او بعض الازواج اللي ما مرين علي على التغطيه المباشره اليوميه ممكن تشاهدوها او تشوفوها على هذه المدونه. بتمنى لكم التوفيق. انا اليوم بجلسه تداول مثمره للجميع، وبشوفكم بجلسه بعد الظهر. كان معكم محلل التكنولوجيا الظهريه من شركه تكمن. الى اللقاء.